أريد تتحدث لي عن شنو آخر أخبار المغتربين؟ احنا قضيتنا المغتربين هسه تحولت. وين وديتوني؟ كل البرنامج احكي لي عن المغتربين وين؟ ابدي لك ابدي لك من وليد طبره الى يونس محمود، لو منين ابدي لك؟ ابدي لي منو حاربهم؟ هم يعني ابدي لك، انا راح ابدي لك من وليد طبره وانهي انتهي لك بيونس محمود يراد لحلقتين. ما تحدث لي، نسوي حلقه اخرى، ما عندي اشكال. عندنا الوقت، عندنا وقت، عندنا وقت. تمام، يعني شو اتكلم لك؟ اتكلم لك المحاربه من بدايه من وليد طبره وغيره من الاعضاء الاتحاد او من الناس اللي يعملون بالاتحاد اللي كانوا مهربين الشغله بال 2010 2011 وانتهت بال 2022 مع الكابتن يونس محمود. يعني شو بدي اتحدث؟ يعني مثل يونس شنو؟ ما يريد المغتربين يتواجدون؟ اها اي والله. ليش؟ انا مستحيل كلام، مو صحيح. انا مستحيل كلام، مو صحيح. راح تقول لي ليش؟ الدليل. لا مو صحيح ابو ثامر، مع احتراماتي. خلنا نسمع كرار بس، خلنا نسمع ورد. الدليل الحلقات السابقة اللي كان بيها يونس خارج الاتحاد. كلكم متابعيها. شفت المحاربة من خلال اللقاءات ومن خلال الحديث ومن خلال انتقاص اللاعبين المغتربين. هاي نقطة. النقطة الأخرى أنا هسه غلطان بحق يونس. أوكي، أنت تقول مو صحيح، خل يونس يكون شجاع ويظهر لنا اللجنة التحقيقية اللي حققت بتصوير ياسر قاسم اللي بقتها بعد ياسر قاسم وشنوا عليه حملة إعلامية، والشخص معروف وصوته طلع للإعلام ومن حققه وياه تحدث نصا عنه اللي كلفه بالتصوير يصور ياسر قاسم. نعم، وحاليا تكرم من بعد الاتحاد هذا الجديد وعودة يونس محمود، تكرم هذا الشخص وهسه إداري مع المنتخب. يعني منو صور ياسر؟ هاي شو رأيك بيه؟ من الصور ياسر؟ لجنة تحقيقية موجودة. خلينا في وقتها، في وقت الاتحادات السابقة مو وقت. قالوا انه لجنة تحقيقية غلقوا التحقيق. انا اريد اعرف من الصور ياسر قاسم بالمسبح. خليه يطلعون اللجنة التحقيقية ويطلع اسمه. خليني اعرف شو اشتغل. وداري انت مو تعرف؟ اداري، عضو اتحاد اداري. اداري نعم، دخل المنتخبات الوطنية. انه هسه حاليا موجود مع المنتخب الوطني، تكرم من بعد هو بوقتها تحقق معاه ومن بعد، والكل بالاتحاد يعرفون، وانت تقدر باكر تسال. زين، من بعدها، لان انا ما اريد اشهر بالشخص. تمام، هو معاه. منو اللي قال له روح صور؟ هو موجود باللجنه التحقيقيه وذاكر الاسم. من هو الاسم؟ ذاكر الاسم هو. حتى الجمهور يسمع. هسه انا اقول خلي كابتن يونس، انا اتهم يونس محمود بهذا مو هذا العمل، لا، اتهم يونس محمود انه هو احد الاسباب اللي حاربت اللاعبين المغتربين. حصير هجمه عليك لان انت جاي تتكلم عن يونس محمود. انا يكفيني فخر ان الجمهور والناس تعرفني انا منو. انا لا ساومت على بلدي ولا ساومت على الرياضه، وقدمت للرياضه. انت قدمت كل علاقه. بس اسمح لي، بس اسمح لي احنا هاي الهاله الاعلاميه والجمهور راح يقيم علي القائمه. يونس يعني رجال قدم بالعراق كاس اسيا، اعطيني كاس رفع يونس محمود للعراق. اما كانجاز شخصي لا، رجال ما يعلى عليه. اما كانجاز عراقي يونس محمود كأس آسيا، اعطيني إنجاز واحد آخر اللي تتكلم وياه وقال لك قدم. يا بقدم بالعراق، ما قدم أكثر من يمنا. إحنا من عوائل الشهداء، إحنا من ناضلنا ضد صدام، إحنا ناضلنا ضد هاي الحكومة إلا إحنا. وتعرفون أنتم شنو إحنا واللي قدمناه واللي ما قدمناه. فاللي يريد يهجم خليه يكتب، لأن هذا ما عرف أهمية. أنا دا أتكلم ضميري وأتكلم مبدئي. اللاعبين المغتربين أول محاربة لهم من وليد طبرة، إضافة إلى كثير من أعضاء الاتحاد، وإضافة اللاعبين المتواجدين داخل المنتخب من جيل 2007 يعرفون أنه كانت هنالك محاربة من بعض اللاعبين ومن بعض الأشخاص اللي ما كان راغب تواجد اللاعبين المغتربين. والدليل تصوير ياسر قاسم وبثه للإعلام، ومنو بثه، وتصار بها لجنة تحقيقية، وانذكر اسم اللي طالب منه. اسم منو؟ أسعد. خليه يعرفها. هسه احنا من المحاكم يا نبي نفتح. زين، اسالك سؤال.